فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله بعض لاعبي الكرة من سجود الشكر عند فوزهم بزعمهم، هل هو مشروع؟ هل هذا نعمة؟ سجود الشكر لا يكون إلا عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولعب الكرة غاية ما يقال أنه مباح، وليس هو نعمة. نعم، ولا يشرع سجود الشكر له. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل ما يدعيه بعضهم من أن فيه نوعا من الدعوة إلى الله؟ لا، دعوة إلى الله ما تكون إلا بموجب الكتاب والسنة، ما تكون الدعوة إلى الله بكل شيء. نعم. فضيلة الشيخ، كل شيء بيجعلونه من الدعوة إلى الله؟ نعم، لا، دعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن، ما تكون الدعوة إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يحدث فيها شيء لم يشرعه الله ورسوله. نعم.